والآن ننتقل إلى حالة الطقس والأرصاد الجوية. تستعرضها لنا في وقفة أخيرة ليلى عمر. إليك من جديد ليلى. شكرا محمد وسحر، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 33، الصغرى 24، الإسكندرية 30-23، مطروح 29-23، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 34-23. ننتقل إلى السويس 33-24، العريش 30-24، طابة 36-25، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 38-28. في الأقصر العظمى 40 والصغرى 26، أسوان 41-28، الوادي الجديد 40-27، شلاتين 40-28، وأخيرا حلايب 37-30. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.